خويا راه مريض وداكشي نفساني، ولا كيضرب وجرى على امي وجرى على خواتاتي فهمتي، وحنا ولينا سهرانين معاه و14 عام وحنا معاه في هذا الشيء في هذا المشكل. الطلب ديالنا بغينا يندو ل 36 يشدو لينا يتعالجوا صافي 36 ولا طيت من الليل ولا شي حاجه يدو يتعالج تما يشدو لينا ما يبقاش. 14 عام هو مريض و كان ضربوا الجن اختي فهمتي، كان ضربوا الجن داكشي اثر عليه الجن وداكشي وحيدنا منه الجن وعاوتاني ناضر رجع ليه الجن عاوتاني متبعين مع الطبيب النفساني. الدواء كيعطينا جميع الدواء ديالو ولكن ما عقلش عليه انا السميات ديالو فهمتي على التريتمون، كيعطيو التكطيره وكيعطيو فانيد ودابا تبعوا ليه واحد الطبيب نفساني السبيطار حومه حي الحسني في حي الحسني الطبيبه، وداك داك الدواء نقصوا ليه فهمتي ديال السطيع ونقصوا ليه بعد نقصوا ليه كينقصوا ليه تولوا يشرب فانيده واحده ولا يشرب عشرة نقاط كيرجع عاوتاني نفس المشكل فهمتي نفس المشكل كتحسن هو كيهضر عادي بعد كتهضري معاه كيهضر معاك عادي ومن بعد كيرجع كتجي الحاله كيدير كيطيغ ما كيبقاش يبان ليه بنادم لا ما جاتوش. دابا هو كان السحر ديالو المره الاولى كان السحر، بغينا المخزن يتدخل معنا الله يجزيكم بخير ويدوا الطيط من الليل يشدوا لينا، راه ولا مكرفس امي ومكرفس خواتاتي وداكشي انا ما ساكنش معاهم ما بقيتش ساكن معاهم